وحول هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد عبد الإله. أهلا بك دكتور خالد في طبعة اليوم. دكتور خالد، بداية، هل تعتقد أن المنطقة حاليا تشهد تصعيد من جهات أخرى غير غزة والأراضي المحتلة في فلسطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لك ولجميع مشاهدي قناة العراقية الإخبارية وشاكر لهذه الاستضافة. بالتأكيد اليوم ما يحدث من تداعيات حرب غزة هو شمل الكل، سواء كان في إطار منطقة الشرق الأوسط أو منطقة غرب آسيا، منطقة البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط، وحتى هنالك أيضا تداعيات قد تطالها في إطار الساحل العراقي أو السوري. ولاحظنا عملية الاستهداف المتكررة للداخل الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني. لذلك أنا أتوقع بأن المسار اللي نتحدث عنه في عملية انتهاء حرب غزة هو أصبح اليوم مطلب ليس فقط فيما يتعلق بالدول المواجهة أو حتى المجتمع العربي أو الإسلامي، وإنما نتحدث عن اليوم اجتماع قد يكون فرنسي، بريطاني، أمريكي، ألماني. هذا الاجتماع سوف يضغط باتجاه أن يكون هنالك إصدار قرار مجلس أمن، هذا القرار يؤدي إلى إنهاء حرب غزة، لأن هذه الحرب شكلت خطرا كبيرا جدا وقد تؤدي إلى حرب شاملة، خصوصا فيما يتعلق بتداعيات الأجهزة الاتصال اللاسلكية البيجر في لبنان يوم الثلاثاء الماضي. وبالتأكيد هذا الأمر قد يصعد من عملية الوصول إلى هدنة أو وقف إطلاق النار إذا لم يكن هنالك تدخلا خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا المنطقة مقبلة إلى صراع محتدم، قد يتحول هذا الصراع إلى حرب شاملة، على الرغم من أن هنالك بعض الأطراف دعت إلى أن يكون هنالك تسارع في إيقاع الوصول إلى الهدنة ومن ثم وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي المحتل الأراضي الفلسطينية. نعم، لكن كل التداعيات التي شهدتها في إطار المراحل الأخرى تقول بأن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، حكومة نتنياهو، أشارت بشكل واضح بأنها هي مستمرة في غضرستها من ناحية، وأيضا ارتكابها المجازر، وهي تنتظر حتى ما يتعلق بانتخابات نوفمبر القادم خصوصا على مستوى الرئاسة. لذلك كانت مشاريعها تتزايد بين الحين والآخر في إطار يعني ضرب كل ما يتعلق بالقرارات الأمومية من ناحية، وحتى كل المبادرات التي أطلقتها بعض الدول من أجل وقف إطلاق النار. طيب دكتور، ما السيناريو المتوقع لوقف الحرب وكيف تجري المفاوضات؟ ما زالت هنالك اليوم يعني بعض الإجراءات التي تتخذ من قبل الوسطاء المصريين أو القطريين بحضور الأمريكان. صحيح أن هنالك اليوم بعض الوساطة تتخذ جانب غير مباشر مع حركة حماس، ولكن عندما يتم التوصل إلى مسار لوقف إطلاق النار تتحجج أو يتحجج الكيان الصهيوني بإضافة بعض التعقيدات. صحيح أن مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار كانت هي خريطة للعمل للوصول إلى وقف إطلاق النار، لكن أيضا هنالك تعنت من قبل الإدارة اليمينية، وهنالك أيضا مشاكل في حكومة الحرب المصغرة ما بين نتنياهو وغالانت على سبيل المثال وزير الدفاع، وصولا إلى التداعيات التي شهدتها الساحة الصهيونية في داخل استمرار التظاهرات والاعتصامات لأهالي المعتقلون لدى حركة حماس. لذلك كل المؤشرات تتحدث إذا لم يكن الوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار، وقف كل ما يزيد من عملية انتهاكات لحقوق الإنسان والإبادة ضد أهلنا في قطاع غزة، فبالتأكيد قد يكون هنالك حراك للمجتمع الدولي، الجنائية الدولية والعدد الدولي أن نتوقع لها مواقف واضحة في التعاطي والتعامل مع هذا الأمر. وهذا الأمر قد يشكل ضاغطا كبيرا جدا في تغيير في طبيعة هذا الأمر، وقد يكون للاجتماع الذي سوف يعقد اليوم لأطراف مهمة جدا ضاغطا كبيرا جدا على الكيان الصهيوني من أجل القبول بالمبادرة ومن ثم وقف إطلاق النار والانسحاب، وأيضا إزالة أي خلافات بينهم وبين جمهورية مصر فيما يتعرف بمعبر بلاد ليبيا. دكتور خالد، لنا عودة معك لكن بعد هذا الخبر.